حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال: "لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق". فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله.